خلونا نبدأ باحتفاء العديد من أبرز الصحف والمواقع الإخبارية بقرب انطلاق قناة القاهرة الإخبارية، واللي أفردت صحيفة الوطن منشأها الرئيسي للاحتفاء بقناة القاهرة الإخبارية بعنوان القاهرة الإخبارية إعلام يليق بجمهورية جديدة، كما تناولت آراء خبراء وأساتذة الإعلام واللي أكدوا أن القاهرة الإخبارية تجربة إقليمية فريدة وعودة للريادة الإعلامية. نشر الموقع الإلكتروني للوطن ملف خاص عن قناة القاهرة الإخبارية ضم تصريحات من خبراء إعلام مصريين وعرب واللي أكدوا أن العالم هيرى المنطقة ويسمع صوتها من القاهرة الإخبارية بلسان إعلامي مبين، وأن القاهرة الإخبارية هتكون صوت المنطقة العربية. كمان نقل الوطن تصريحات نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة واللي أكد أنه التخطيط الجيد واضح في كل خطوة، بداية من اختيار اسم القناة وصولا لشبكة المراسلين. كمان اهتمت الوطن على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر ملف خاص عن قناة القاهرة الإخبارية ضم شبكة مراسلي القناة حول العالم والبروموهات الخاصة بها وردود الأفعال المصرية والعربية مع اقتراب انطلاق القاهرة الإخبارية. طبعا حضراتكم عارفين أن القناة بتضم نخبة من المذيعين الكبار والمتميزين، على رأسهم الكاتب الصحفي عادل حمودة وكمان الكاتب الصحفي جمال عنايت وعدد كبير من الإعلاميين والإعلاميات المصريين والعرب. القاهرة الإخبارية هتكون على تردد 11.7.4.7 فيرتيكال. تمنياتنا طبعا بالتوفيق إن شاء الله في الخطوة المهمة في سماء الإعلام العربي كله، واللي هتكون موجودة من هنا من مصر وهي قناة القاهرة الإخبارية.